تعالوا نعرف اخر كواليس واجواء مهرجان العالمين من زميلنا محمود جميل اللي هيقول لنا طبعا اخر التفاصيل والاجواء هناك. محمود ازيك؟ وقول لنا بقى التفاصيل والاجواء وانت في اليو ارينا كمان، قول لنا الاجواء وعندك والاقبال الجماهيري على كاسه التسعينات. يا فاطمة مساء الفل عليكي وعلى كل السادة المشاهدين، بنرحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة بنعيش أجواء جميلة اليوم بالعديد من الفعاليات، ولكن يمكن انتوا يعني سامعين طبعا صوت الفنان الكبير هشام عباس اللي موجود دلوقتي على الستيج في اليو ارينا. بدات حفله كاسه التسعينات طبعا من شويه، والحقيقه يعني انا حاسس كده في اجواء حماسيه جوه واجواء مبهجه مع بقى الاغاني القديمه والماضي الجميل، فبالتالي يعني في حاله جميله جوه في مسرح اليو ارينا. ولسه طبعا هنستمع لكل الفنانين، عندنا حميد الشاعري، عندنا محمد فؤاد، وعندنا ايهاب توفيق، والحقيقه في اجواء النهارده من بدايه اليوم بالعديد من الفعاليات المختلفه. ويمكن تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي اللي كان موجود لدكتور رانيا المشاط وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وبصحبه طبعا الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وكان مؤتمر مهم جدا في الحديث عن الخطط الاستثماريه القادمه طبعا لزياده الاستثمار والترويج لمدينه العالمين الجديده، والتعاون اللي هيكون موجود خلال الفتره اللي جايه بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره التخطيط. ويمكن تم التاكيد على ان مهرجان العالمين الجديده بيخلق فرص استثماريه مباشره وغير مباشره، وكمان الترويج لاستضافه عدد كبير من السياح ومن المشاهير في مدينه العالمين الجديده. كمان النهارده يعني لاحظنا في تواجد كبير جدا لوزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الشباب اللي جايين من مختلف مراكز الشباب طبعا علشان يتفقدوا المنطقة الشاطئية ويستمتعوا بالأجواء الجميلة في مدينة العالمين الجديدة. كمان النهاردة كان عندنا انطلاق أولى المسرحيات، وأول مسرحية كانت مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال. طبعا وزارة الشباب والرياضة والتعاون اللي كنا شفناه من كام يوم بين وزير الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التأكيد انه خلال الفتره الجايه هيكون في تبادل للزيارات بين الشباب من مختلف المحافظات للتعريف طبعا بكل المشروعات اللي بتتم في مدينه العالمين الجديده. لكن خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيفي العزيز دكتور سامح منصور مدير اداره المشروعات بوزاره الشباب والرياضه. يا دكتور برحب بيك واهلا وسهلا بيك في مدينه العالمين الجديده. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وسعيد ان انا بلتقي بحضرتك للمره الثانيه في انشطه وزاره الشباب والرياضه في مدينه العالمين الجديده. اهلا وسهلا بيك طبعا، وحابين ان احنا نتكلم بقى عن خطه وزاره الشباب والرياضه للشباب بقى اللي هيجوا، والتعاون ما بين الشركه المتحده لمشاركتهم في مهرجان العالمين. يمكن وزاره الشباب والرياضه بدات انشطتها الفتره اللي فاتت في بدايه مهرجان العالمين بصوره تذكاريه للابطال البارالمبيين اللي ان شاء الله هيسافروا باريس بعد بطوله الاسواق باذن الله. تاني فعاليه قدمتها وزاره الشباب والرياضه هو مسيره ومهرجان ناجح جدا للهجن والجمال بالتعاون مع الشركه المتحده طبعا والاتحاد المصري للهجن. جبنا ولفينا في شوارع العالمين وعرفنا العالم كله من خلال حضراتكم من خلال القنوات اللي بتصور برياضه تراثيه جميله جدا وزاره الشباب والرياضه بتدعمها، وكان في حتى بطوله لمده يومين بعد دي حبينا حتى نروج للبطوله دي من خلال مهرجان العالمين. يمكن ثالث فعاليه كمان كانت مباراه بالاساطير كره القدم بتعاون او بمشاركه كمان برنامج كابتانو مصر اللي بيتم برعايه رئيس الجمهوريه، والنهارده رابع فعاليه بتقدمها وزاره الشباب والرياضه من خلال زيارات للشباب المصري عشان يجي يتعرف على مدينه العالمين، مدينه من اجمل دول العالم، مدينه من اجمل المدن اللي فيها معالم سياحيه، ويعني من اجمل الحاجات اللي ممكن الشباب المصري يزورها في الفتره دي الحقيقه. دكتور احنا يعني تقريبا خلال الفترة الجاية هنشوف زيارات عديدة تحت عنوان رحلة اليوم الواحد، ايه اللي هيتم في خلال الرحلة وهل هنشوف اكبر عدد من كل محافظات الجمهورية؟ طبعا يعني مراكز شباب في محافظات الجمهورية، احنا عندنا اكتر من 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، هننظم لهم ان شاء الله رحلات كتيرة حوالي مثلا من 3 لـ4 مرات ان شاء الله اسبوعيا طوال شهر اغسطس. يمكن النهاردة احنا ابتدينا مراكز الشباب يعني او شباب مراكز الشباب نزلوا وشافوا الشاطئ الجميل، وكمان شاركنا السيدة الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط
يعني رياضه وشاركت معانا وتصورت في الشباب اللي بيلعب كوره وكره سله والبادل تنس كمان، وكمان ختمنا يومنا بمسرحيه جميله اللي هي مسرحيه الشهره اللي حضرتك نوهت عليها في الاول. دكتور، شايف التعاون ازاي ما بين وزاره الشباب والرياضه والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وتقديم كل التسهيلات طبعا وحرصهم على مشاركه الشباب في فعاليات مهرجان العالمين الجديده؟ مفيش حاجه بتنجح الا من خلال تعاون مؤسسات الدوله مع القطاع الخاص. دي تجربه الحقيقه ناجحه جدا، ووزاره الشباب والرياضه فاتحه دراعاتها وفاتحه كل امكانياتها وتسهيلاتها لكل الشركات وكل ان شاء الله الكيانات ان احنا نعمل حاجات كويسه في المستقبل باذن الله ان شاء الله. بعرف بقى انطباعك عن مهرجان العالمين الجديده والاجواء الجميله الحلوه في مدينه العالمين. لا طبعا مبسوطين جدا جدا يعني، وانا لحضرتك كمان انطباع الشباب المشارك، وكمان كانوا مبسوطين جدا جدا اليوم الحقيقه بالجمال اللي شافوه النهارده في مدينه العالمين الجديده. دكتور قول لي بقى، يعني خلال الفترة الجاية ممكن نشوف هل بعض البطولات مثلا أو حتى المحلية اللي ممكن نشوفها في مدينة العالمين الجديدة في إطار التعاون بين وزارة الشباب والشركة المتحدة؟ طبعا يعني وزارة الشباب والرياضة حريصة إن هي تنظم مجموعة كبيرة من البطولات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي كمان، يعني الحقيقة يعني بنعمل ده ومجتهدين إن شاء الله في ده، وإن شاء الله برضو بالتعاون مع الشركة المتحدة بإذن الله إن شاء الله. دكتور سامح أنا بشكرك، ويمكن طبعا إحنا فاطمة هيكون معانا بعض الشباب والبنات اللي مشاركين هنا طبعا في الانشطه المختلفه، لكن خليني اقول لك ان دلوقتي على الستيج بقى حميد الشاعري والفنان هشام عباس وحاله فنيه جميله جدا الحقيقه، يعني احنا سامعين الدويتو اللي موجود بجد حاله جميله جدا موجوده داخل الاستديو، لكن خليني نتعرف دلوقتي من البنات المشاركات في الانشطه المختلفه. برحب بيكي ايه، صح كده؟ ازيك ايه؟ ازيك عامل ايه الاخبار؟ قولي لي بقى يعني انت جايه منين طبعا، مراكز شباب، مركز شباب ايه، وقولي لي بقى انطباعك عن اجواء مدينه العالمين ومهرجان العالمين. اوكي، احنا جايين تبع وزارة شباب ورياضة تبع انشطة رحلات اليوم الواحد. اوكي، طبعا احنا جينا رحنا المنطقة الترفيهية، طبعا فيها انشطة كتيرة ترفيهية ورياضية، وهي فيها انشطة متنوعة بصراحة. لعبنا بادل والمية بصراحة كانت تحفة جدا. اوكي، قولي لي بقى ايه الفعاليات يعني يمكن اللي عجبتك اكتر، وكمان الفعاليات اللي انت متحمسه تشاركي فيها؟ احنا عندنا فعاليات رياضيه، فعاليات فنيه، ايه الفعاليات اللي انت متحمسه؟ بصراحه عجبني قوي المسرح، احنا حضرنا مسرحيه الشهره بصراحه لطيفه جدا، والناس كانوا حلوين قوي بصراحه، يعني دي حاجه. التنظيم بقى والحاله اللي موجوده في المسرح؟ لا اوكي، كان حلو جدا بصراحه، يعني كان لذيذ. اكتر حاجه عجبتك في مدينه العالمين الجديده؟ لا هي كلها حلوه يعني بصراحة، لا يعني الشغل اللي فيها اللي بيجي فعلا على التلفزيون لا هو ده اللي موجود في الواقع حقيقي يعني. طيب خلونا كمان نرحب بشيرين وقولي لنا بقى انطباعك، انت قضيتي اكيد جولة النهاردة في المنطقة الترفيهية، احكي لنا انطباعك بقى كان عامل ازاي واكتر حاجة عجبتك في الجولة النهاردة. حقيقي هو كان يوم حلو قوي، كل الانشطه بصراحه مختلفه جدا وحلوه قوي قوي ومهتمين بيها على اكمل وجه. اكتر حاجه عجبتني الفن، المسرح، حضرت مسرحية الشهرة حلوة جدا، كانت بحضور حتى وزيرة البيئة، ده كانت أكتر فقرات بحبها. وطبعا بعيدا عن كل ده ممارسة الرياضة في الشاطئ بقى ومع البحر ده شيء حلو جدا يعني. ليه بقى بما اننا في كاسة بقى التسعينات والاغاني القديمه، ليكي ذكريات بقى مع الاغاني القديمه طبعا اكيد يعني هشام عباس من يعني عشت معاه حبه حلوين يعني، وحميد الشاعري كمان، فده شيء يعني يبسط قوي يعني حضورنا حاجه زي كده، بيعودني يعني بيحسسني بجو جديد، جو قديم، اجواء مختلفه فعلا حلوه قوي. تيجي تاني مدينه العالمين الجديده؟ طبعا. قولي لي بقى الفعاليات لما تيجي تاني، ايه الفعاليات اللي انت هتشاركي فيها؟ هشارك في البادل طبعا، هحضر حفلات، تقريبا ما فيش مسرحيه مش هحضرها لان التوك شو اللي شفناه النهارده كان خطير الصراحه، انا ما كانش ليا في الحاجات دي بس النهارده اتبسطت قوي. هنستناكي تاني طبعا وتطوري مدينه العالمين الجديده. شكرا ليكي، ميرسي جدا. يعني فاطمه زي ما تابعنا طبعا اراء البنات المشاركات في الانشطه الرياضيه المختلفه النهارده تبع وزاره الشباب والرياضه، والحقيقه كل الناس اللي بتيجي هنا في مدينه العالمين مبسوطه بالفعاليات المتنوعه سواء الحفلات اللي موجوده في اليو ارينا او حتى في الفعاليات الرياضيه المختلفه، ويمكن زي ما سمعتي ان هم هيجوا كل المسرحيات بقى اللي جايه، والنهارده
كانت الانطلاقة القوية طبعا لمسرحية الشهرة، وكانت بحضور وزيرة التخطيط وطبعا أستاذ عمرو الفقي، وبكرة طبعا هيكون حفل الفنان الكبير رامي جمال. فالحقيقة في تنوع كبير ومهم في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ده بالإضافة إن احنا النهاردة كمان كنا بنتابع الاستعدادات على قدم وساق للانتهاء من المنطقة المخصصة لمهرجان نبتة، وكمان بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال. فالحقيقة هنشوف فعاليات قوية لسه جاية في الأسابيع والأيام اللي جاية من مهرجان العالمين الجديدة، وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. برجع لك مرة تانية يا فاطمة. شكرا محمود جميل، كنت معانا من اليو أرينا لنقل فعاليات حفل كأس التسعينيات وأهم طبعا فعاليات مهرجان العالمين. دلوقتي هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد قليل.